امبارح وانا برد على رسائل اصدقائنا على الفيسبوك، يعني صديقة لينا بعتت لي رسالة هي اثرت فيا من نبرة صوتها ومن خنقتها بالعياط ومن بكائها، وحسيت بحجم المعاناة اللي هي فيها لما قالت انا عمري 32 سنة وكل ما احب حد فجأة يبتعد عني، فجأة يسيبني، فجأة يحسسني ان انا كل عيوب وانا مش بني ادم، رغم ان انا جميلة ومهتمية بنفسي وبتعامل بمنتهى الحب والود لدرجة اكتر من حد بعد قراية الفاتحة او الخطوبة يبتعد عني، وحالتها صعبة قوي. وانا قررت من هذا المنطلق ان احنا نعمل حلقة النهاردة، وهي ممكن تكون سمعانا كمان، ويا ريت لو سمعانا تكتب لنا في التعليقات ان هي المقصودة عشان اثبت لها التعليق ده لو تحب. يعني الرجل فعلا بيحب الانثى اللي تحرمه من هذا الشيء، وفي ناس ممكن تكون عارفة وفي ناس ممكن تكون مش عارفة. وعشان ما اطولش عليكم هرحب بيكم سريعا، وضعوا اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك، واقول لكم رجاء ان يدوس لايك الحلقة دي توصل للي محتاجها واللي هيستفيد منها اي انثى او امرأة، وتعالوا بينا نبتدي على طول. اول حاجة انا قلتها قبل كده، الرجل بطبعه اهتمي واحرميه من الدلق. نفهم يعني اهتمي زي ما انت عايزه، ولكن ما تندلقيش على الرجل اللي في حياتك، لانه باختصار الدلقه تولد عنجهيه، تولد كبرياء، ممكن هو يكون شخصيه ملهاش اي 60 لازمه، ولكن بدلقتك عليه بدأ يعوض النقص اللي عنده ده عليك. بلاش 600 مرة في اليوم وحشتني، بلاش 500 مرة رن لو هو مش فاضي لما يفضى هيكلمك. كمان الرجل يعشق الأنثى اللي تحرمه من ضمان وجودها، حسسيه بالضياع وما تضيعيش منه، يعني حسسيه انت موجودة والدنيا تمام، ولكن في أي وقت ممكن انت تضيعي منه. اوعي يوصل الرجل لمرحلة ان هو ضمن وجودك وضمن بقائق، والحاجات دي مكملة لبعضها، يعني حتة الدلقة مكملة للنقطة اللي احنا بنتكلم فيها. الرجل اذا شعر من الانثى او البنت حتى لو كان معجب بيها من بعيد لبعيد، ما هو دايما البعيد كده نفسنا نقرب منه، وفضولنا قاتل النفس البشرية كده، عايزين نغوص في أعماقه. أول ما دخلنا الأوضة المقفولة دي خلاص عايزين نخرج، دي طبيعة البني آدم، طول ما الأوضة مقفولة عايز أدخل أشوف اللي فيها، دخلت شفت خلاص بقى عايز أخرج وأقفلها ومش عايز أرجعها تاني. يبقى أوعي أوعي توصلي لمرحلة إن هو أصبح ضامن وجودك، لا حسسيه إن مع أي خطأ ولو هو مرعكيش وحافظ عليكي إن أنت عندك القدرة إن أنت تغيبي وان انت تضيعي منه. طب دي اعملها ازاي؟ خدي موقف قوي وما يهمكيش، لان انت بتأسسي علاقة صح لما يكون عمل حاجة كبيرة، مش بقولك لما يكون الحاجات التافهة وتعملي من الحبة قب، انا ما بنصحش بكده، عامة الحياة ابسط من كده، ولكن موقف قوي اوعي تعدي، خدي موقف. طب اللي بيحب لازم يسامح، بس بعد ما ياخد جزاءه، بعد ما اخد الموقف القوي هسامحك، ما هو انا لو ما بحبكش ما كنتش هسامحك، بس تاخدي موقف الاول، يقوم يصحى يفوق يحس دي مش مضمونة، دي عندها القدرة ان هي تبتعد وتضيع وتغيب. يعشق المرأة اللي تحافظ على كبريائها مع عدم التقليل من كبرياء. ويعني باختصار ايه الموضوع او ايه الخلاصة من الكلام ده؟ يعني اوعي تلغي شخصيتك، مش كل حاجة حاضر ونعم وأمين. طب انت كده بتعصيني عليه، ما هو كده هيقول لا، ما هو في ذكاء في الموضوع، يعني هو بيقول لك على حاجة مثلا خليكي ذكية، والله انت وجهة نظرك انت بقى كأنثى تحترم ومفيدة جدا وانا هفكر فيها، بس تسمح لي او ممكن اقول حاجة. فضول النفس البشرية وفضول الرجل قاتل هنا، هيقول لك قولي، تبدأي تقولي وجهة نظرك، لو عملنا كده ممكن يبقى أحسن، إنما لو عملنا الرأي اللي أنت بتقول عليه ممكن يبقى كده. ممكن العنجهية تاخده ساعتها ويقول لك لا ده أنا تفكيري صح، بس لما يقعد مع نفسه بعد كده هتلاقيه بينفذ اللي أنت قلته له لوحده. لا، ما تلغيش شخصيتك، ما تخافيش إن أنت تعبري عن وجهة نظرك أو تقولي آرائك أو قناعاتك أو تغيري حاجة بتحبيها علشان خاطره لو هي مش غلط يعني. يبقى احرميه من حتة ان هو يلغي شخصيتك كإنسانة،
ليكي شخصية لازم هو يعترف. وعلى فكرة الرجل عامة على حسب ما بتعودي من بداية ما تتعرفي عليه، بعد كده بيبقى الموضوع مش مستحيل ولكن صعب. كمان احرميه من حاجة قوية قوي، معظم البنات لما بتحب بتقع في النقطة دي، احرميه من حب الامتلاك. طب حب الامتلاك ده بيجي ازاي؟ لما يحس الرجل ان هو اهم شيء في حياتك على الاطلاق. لا انا مش عايزه بقى يحس منك كده، وانا عارف ان هم هيزعلوا مننا الرجال في حلقة النهاردة، ولكن احنا بنقدم النصيحة ولازم نكون عندنا امانة واحنا بننقل حاجة زي كده. انت حاجة مهمة اوي في حياتي، حاجة جميلة اوي، حاجة بتسعدني اوي، ولكن لست اهم شيء على الاطلاق. انت حاجة جميلة من ضمن حاجات جميلة كمان موجودة في حياتي، من ضمن اهلي، من ضمن شغلي، من ضمن اصحابي، ولكن انت حاجة مؤثرة في حياتي ولكن ليست الاكثر تأثيرا على الاطلاق. طب هو كده مش هيزعل؟ لا مش هيزعل، بالعكس ده هيحس بينه وبين نفسه، وده اللي يهمنا ان انت شخصية قوية. انما لما تتمحور حياتك كلها حواليه يحس قد ايه انت كنت فاضية من جوه وحياتك تافهة، وهو الحاجة العظيمة أو اللي ملت حياتك، وإن هو الحاجة اللي خلت لحياتك معنى وقيمة وسعادة. باي باي، شكرا، كل عام وأنتم بخير. إذا حس الراجل بكده يبدأ الغطرسة والعنجهية والتغطرس، كل المشاكل بتيجي من النقطة دي. الإناث اللي ما هيش فاهمة مش عيب إنها تتعلم، كلنا اتولدنا مش عارفين حاجة، حتى خبراء علم النفس اللي درسوا النفس البشرية. ولكن اللي عايز يتعلم حاجة بيتعلمها. ما هو مش حلو ان انا اكابر واقول لا واللي عاجبه وانا فيا اخطاء وانا هخسر في النهاية، هوصل لمرحلة من الاكتئاب هتدمر لي حياتي تماما. والحياة فن، شئنا ام ابينا، اتفقنا ام اختلفنا، فن. احنا مش هنخترع فلسفة حياة. الرجل معروف والست معروفة، لما يتعاملوا الاتنين مع بعض لازم في سياسة كل واحد فيهم يكون عارفها عشان يقدر يتعامل مع الطرف التاني. ما هوش عايز يعرف السياسة دي يبقى أحسن له ما يتعاملش مع الطرف التاني. اللي يقدر ان هو يستغنى عن الطرف التاني مش محتاج ان هو يتعب نفسه او مش محتاج ان هو يتعلم حاجة. واحنا هدفنا في النهاية النصيحة. الحاجة المهمة بقى القوية اللي لازم تحرمي منها، وانت كأنثى، اي أنثى في الدنيا تقدر ان هي تعمل كده، اغريه وما تدوقيهوش. يعني اغريه ولا تدوقيه، خلي بالك بقى، شوقي ولا تدوقي، قاتلة لاشتياق ثم لاشتياق ثم لاشتياق. الأنثى اللي بتعرف تعمل كده هي اللي بتصيب الرجل في مقتل، في مقتل، خلي بالك، قوية قوي. وانا نبهت ليها في حلقات كتير وانا بتكلم في نصائح، تفنني في الوان الاغراء وفي سحر الاغراء وخليكي ملفتة ومغرية لحد ما يبقى هيتجنن، بس مش هيدوق، يفضل متجنن على طول ويفضل عايزك على طول، ويوم عن يوم يشتهلك اكتر واكتر. والاشتياق مرحلة من مراحل الحب، بل الهوس، بل الهيام. ما احنا خدنا مراحل الحب قبل كده، شوق، مش احنا فاكرين لما خدنا الحب بيبدأ بأول حاجة بايه؟ استلطاف، بعد كده اعجاب، بعد كده بقى مرحلة الشوق، بعدها على طول الحب، نوصل بقى نلاقي هيام ونلاقي شغف ونلاقي واحنا ماشيين بقى. لازم تكوني فاهمة حاجة زي كده. حتى المتزوجين تخيلوا، مش كل ما يطلبك يلاقيك، اغريه جننيه وتعالي خلاص بقى هو عايزك، وصل للمرحلة الاشتياق العالي قوي، بس ما تقوليش لا بغشومية، لا يعني ايه والله لا في حاجة مهمة لازم اعملها، الطبيخ على النار، لازم اغسل، لا ده انا بصبل، لا ده مش عارف والدتي، ما تحسش ان انت رافضاه بس اتشغلتي غصب عنك، تاني يوم هيكون مشتاق اكتر. هي كده الدنيا بتمشي كده، واللي عايز يعيشها صح ويخرج من ويتعلم من الاخطاء ويقلل اخطائه لازم لازم يكون عارف الاشياء اللي احنا بنقولها دي. طيب صديقتنا كانت بتسأل السؤال اللي كانت بعتت لي وبتقول، من البداية
عايز أعرف إن ده ينفع ولا ما ينفعش، ده رجل ولا ذكر، ده جاد ولا بيتسلى. هعمل لكم، هثبت لكم في وصف الفيديو على اليوتيوب حلقة أو حلقتين، اللي عايز يعرف أكتر عن الموضوع ده من البداية، من أول مكالمة، من أول لقاء، من أول معاملة، تعرف اللي قدامك ده رجل ولا ذكر، يصلح ولا لا يصلح. وإذا كملت بعد كده بقى وهو كان ما ينفعش ذنبك على جنبك، في وصف الفيديو ده لو انت على اليوتيوب، لو انت في التعليقات على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيني انا مثبت تعليق في الحلقتين دول. اسمعيهم انت كأنثى او بنت، والله ما حد في الدنيا هيقدر ان هو يستغلك او يضحك عليك. اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، انتوا عارفين ان انا بقرا كل تعليقاتكم وبكون سعيد جدا وانا بسمع اراكم، واللي عنده اقتراح لحلقات تانية يكتبها، ولو عجبكم ادعموه بلايك اللي بيظهر عندي في الاقتراحات انا بعملها اول باول. وعندنا قناتين تانيين على اليوتيوب، اسأل محمد وعيلته، قناة لحل المشاكل وفيها دروس وعبر مستفادة كل يوم تقريبا قصة بناخد اراءكم فيها، وقناة تانية للكورة، يا ريت اصدقائنا اللي يحبوا زي ما بقول ان هم يشوفوني يعني اكتر من مره في اليوم يشرفونا. الانستجرام والفيسبوك كل الروابط دي في وصف الفيديو او في اول تعليق، وهتوحشوني.